بسم الله، السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا كمان بخير في صحه جيده. اليوم جبت لكم عصير الليمون مع النعناع وكاس تاع ياغورت، يجي منعش مليح للرمضان، مليح للرمضان ومليح لكل السخانه وكاع. نجربوه مع بعض ان شاء الله. هو النعناع، عندي نص قبطه تاع النعناع راني غسلتها، وش حبات تاع الليم راني مقطعتهم، ها هما، وكاس تاع ياغورت تاع الخوخ، والسكر على حسب الذوق تاعكم، كل واحد كيما يبغي، يبغي حلو ولا يبغي. انا عندي نص كاس هو تاع السكر. نبداو على بركه الله. بسم الله، راني نقيته كاع من القشور تاع الليم، ها هو نقيته كاع. نديرو النعناع راني غاسلاته، وش حبيبة تاع الليم، وندير السكر كل واحد الذوق تاعه. نجيب الماء، هو نشوف انايا ولا خاصني راني زيت السكر، نطحنوه مليح، بسم الله. نصفو العصير تاعنا. شوف كي جا من هذيك العصائر تاع تاع برا نشروهم. شوف نعاود نردها لهنا. كاس تاع الياغورت هاهو فرغته هنا، هاهو كملناه. أنايا درت، كانت عندي ليطرة تاع الماء، أنا درت غير نص، وانتوما تشوفوا تبغوا خفيف تبغوا ثقيل. ها هو شوف كي جا، انا بالحق نزيد له شويه سكر، كملت هذاك النص تاع السكر، ها هو نص كاس. ها هو العصير تاعنا، شوف شحال جانا، دوك نفرغو ونشوفو. ها هو شو كي جا، كما تحكمو فيه تبغو ثقيل تبغو خفيف. شو كي جا ما شاء الله، جا على ما ها هو ميم لا كولور شابه. ان شاء الله يعجبكم هذا العصير وتجربوه. اليوم الملتقى ان شاء الله، نتلاقاو ان شاء الله. السلام عليكم.